النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية. بحمد الله تأثرت والمملكة نهار هذا اليوم بمنخفض جوي صنف بأنه من الدرجة الثالثة، جلب معه كميات كثيفة وغزيرة من الأمطار في أوقات قصيرة، كما ترافقت هذه الأمطار بنشاط كبير في سرعة الرياح، للأسف أدت إلى بعض الأضرار المادية وتكسر للأشجار، كما ترافقت هذه الأمطار بتساقط لزخات من البرد التي أيضا للأسف تسببت ببعض الأضرار في المحاصيل الزراعية في بعض مناطق المملكة. آخر صور الأقمار الاصطناعية أشارت إلى تدفق المزيد من السحب الركامية الرعدية الممطرة، والتي غطت أجزاء واسعة كما تلاحظون من مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، إضافة إلى بعض المناطق الجنوبية من المملكة. هذا كله ناتج طبعا نتيجة تأثير هذا المنخفض الجوي والمرافق لكتلة هوائية باردة غير معتاد لها أن تصل إلى هذه المناطق، مناطق شرق البحر المتوسط في شهر أيار. كما تلاحظون هذه الكتلة الهوائية تستقر هذه الليلة فوق المناطق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي خلال ساعات هذه الليلة ونهار يوم الغد يتوقع أن يطرأ انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة، يسود طقس شتوي بارد مع احتمالية لأن تهطل زخات من الأمطار على فترات، كما ويتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية. لكن خلال ساعات النهار غدا نهار الأربعاء تتحرك هذه الكتلة الهوائية الباردة مبتعدة عن المملكة، وبالتالي يبدأ الطقس ويميل الاستقرار اعتبارا من ساعات ما بعد ظهر يوم الغد، وأيضا تضعف يعني فرص هطول الأمطار مع ساعات المساء والليل وتنعدم، كما ويستقر الطقس بشكل تام نهار يوم الخميس ويتوقع أن ترتفع درجات الحرارة. كما تتأثر المملكة يوم الجمعة بامتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر الذي سيجلب ارتفاعا ملموسا على درجات الحرارة، ويحدث انقلاب تام على الأجواء وبفرقات حرارية كبيرة للغاية. بالنسبة للتوقعات الأمطار بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة القادمة، إذن هذه الليلة تبقى فرصة مهيئة لأن تهطل زخات من الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة، ربما تكون بعض من هذه الزخات أحيانا غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية ومرفقة مع تساقط لزخات من البرد. لكن خلال ساعات نهار يوم غد تتركز هذه الأمطار على شكل زخات وعلى احتمالية في المناطق الشمالية والوسطى، ربما بعض المناطق الجنوبية من المملكة بمشيئة الله تعالى. إذن بالنسبة لهذه الليلة تبقى الفرصة مرة أخرى كملخص، تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار قد تكون رعدية في شمال وسط المملكة وبعض الأجزاء الجنوبية. تضعف الفرصة لكنها تبقى قائمة خلال ساعات الليل المتأخرة وصباح يوم غدا، وتبقى هذه الخرائط بالنسبة لصباح يوم غدا تبقى الفرصة مهيئة للأمطار في نفس وفي ذات المناطق مع أجواء شتوية الطابع وبارد نسبيا، ولكن كما تلاحظون مع ساعات ما بعد الظهر تنحسر عن الأمطار عن معظم المناطق، تبقى على شكل زخات عشوائية في بعض المناطق بمشيئة الله تعالى خلال ساعات مساء يوم الخميس. عودة للأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة عمان، طقس كما ذكرنا بارد شتوي، فرصة للأمطار بمشيئة الله تعالى مع تشكل الضباب والأجواء باردة. بالنسبة للطقس وقت ساعات السحور فإن درجة الحرارة تكون الصغرى هذه الليلة 10 درجات مئوية في عموم العاصمة عمان، تنخفض دون ذلك في بعض الأحياء والمناطق المرتفعة، وتكون طبعا هناك في فرصة لزخات من الأمطار مع الضباب، وأيضا الجلوس في الخارج ويعني النشاطات المعتادة في فصل الربيع غير مناسبة بالنسبة لهذه الليلة. نهار يوم غدا تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي، إلى أنها تتحرك تدريجيا باتجاه الشرق والشمال الشرقي
مبتعدة عن المملكة. نهار يوم غد الأربعاء يتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة عما كانت عليه خلال الأيام الماضية. تكون درجات الحرارة العظمى غدا في العاصمة عمان أقل من معدلاتها المعتادة بأكثر من 10 درجات مئوية، وسط طقس بوجه عام باردا نسبيا غالبا غائم. تبقى الفرصة مهيئة خاصة في ساعات الصباح لهطول زخات من الأمطار خاصة في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة. اعتبارا من ساعات العصر والمساء يميل الطقس الاستقرار التدريجي، تتناقص الغيوم مع ساعات المساء والليل وتضعف فرص الهطول الأمطار بشكل عام، إلا أن الطقس يبقى حتى في ساعات ليلة الأربعاء الخميس باردا نسبيا. الطقس إذا وقت ساعات الإفطار غدا على الأغلب سيكون غائم جزئي خلال ذلك الوقت، درجة الحرارة 13 درجة مئوية في ذات الوقت، ويتوقع أن يكون طبعا الوضع غير مناسب للجلسات الخارجية خلال ساعات نهار يوم غد بمشيئة الله تعالى. دعونا نتعرف على درجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة غدا في محافظات المملكة، ونبدأها من المناطق الشمالية. في إربد من 18 إلى 12، في جرش من 16 إلى 10 درجات، في عجلون من 15 إلى 9، أما في المفرق فهي من 20 إلى 11 درجة مئوية. المناطق الوسطى من المملكة، في العاصمة كما ذكرنا 15 إلى 10 أجواء باردة نسبيا. معدل درجة الحرارة الآن في العاصمة عمان في أواخر العشرينيات، غدا تسجل درجات حرارة أقل من 10 درجات مئوية من ذلك المعدل. بالنسبة للزرقاء من 20 إلى 12 درجة مئوية، في السلط من 18 إلى 11، في مادبة من 19 إلى 10 درجات مئوية، أما في البحر الميت فتكون درجة الحرارة العظمى غدا 30 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية. بالنسبة للمناطق الجنوبية تسود بها رياح نشطة إجمالا بما فيها مناطق جبال الشراء. ربما أنا لم أذكر بأن هذه الليلة يتوقع أن تكون الرياح قوية فوق جبال الشراء، كما يتوقع أن تكون الأجواء غدا تتميز بالأجواء المغبرة والرياح نشطة في البادية الجنوبية والشرقية، وبالأخص في البادية الشرقية التي تتوقع أن تتعرض لموجات غبارية. إذا بالنسبة للأجواء في جنوب المملكة، في الكرك من 16 إلى 11 مع رياح نشطة، في الطفيلة من 15 إلى 11 مع رياح نشطة أيضا، كذلك الأمر هو في الشراء، أما في عمان من 21 إلى 11 درجة مئوية، بينما الطقس مستقر تماما في العقبة غدا مع درجة حرارة عظمى 26 درجة مئوية نهارا وصغرى 19 درجة مئوية في ساعات الليل. بالنسبة لمناطق البادية الشرقية، في رويشد غدا 24 إلى 10 رياح شديدة مع موجات غبارية، في الصفاوي كذلك الأمر من 24 إلى 10 درجات مئوية، وفي الأزرق من 24 إلى 12 درجة مئوية. نتعرف سويا على الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة. إذا يوم الأربعاء تبقى الأجواء غير مستقرة، 15 إلى 10 درجات مئوية تستقر الأجواء في ساعات الليل، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة يوم الخميس، لكن تبقى درجات الحرارة دون المعدلات بشكل واضح، تكون العظمى 21 والصغرى 13 مع أجواء صافية ومستقرة. أما يوم الجمعة فيتوقع أن تتأثر المملكة بامتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر الذي سيجلب معه اندفاع لكتلة هوائية ذات درجات حرارة مرتفعة، مما سيؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة تصل درجة الحرارة تقريبا إلى 26 درجة مئوية، 25-26 درجة مئوية في العاصمة عمان، وبذلك تقترب من معدلاتها المعتادة، ويتحول الطقس تصبح ربيعي دافئ في أغلب المناطق وحار نسبي في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. بمعنى آخر تعود الأمور إلى طبيعتها. في ساعات الليل تكون درجة الحرارة الصغرى 15 درجة مئوية، وتكون درجة أدفأ بكثير مما كانت وستكون عليه خلال هذه الليالي، وتكون هناك فرصة لظهور بعض السحب والغيوم. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية السائدة والمتوقعة في المملكة. بالنسبة لكميات الأمطار سيتم نشرها حال توفرها من محطات الرصد الجوي بمشيئة الله تعالى. دائما ندعوكم لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب هذه الأحوال الجوية، إما بسبب التقلبات الحرارية الكبيرة، وندعوكم إلى استخدام الآمن لوسائل التدفئة في حال استخدمتموها، وأيضا ندعو الإخوة الذين يتنقلون في ساعات الليل للانتباه من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المناطق المرتفعة، كما ندعو السائقين خاصة سائقي الشاحنات والمتنقلين في محافظة المفرق والبادية الشرقية من الانتباه من الموجات الغبارية والرياح القوية نهار يوم غد الأربعاء. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.